الحقيقة أنا بشكر كل واحد شارك في هذا المؤتمر، بشكر متحدثين متميزين اللي شرفوا هذا المؤتمر من أول يوم، بشكر القيادات الروترية اللي وافقت فورا أنها تشارك معنا في المؤتمر، سواء من مناطق أخرى أو من قيادات على مستوى الروتري الدولي. بشكر بشكل كبير الشخصيات والشباب اللي شاركوا معنا. المؤتمر كان جميل، المؤتمر كان انتراكتيف، انا شايف عدد كبير جدا من البلاد شارك، شايف عدد كبير جدا من الشباب شارك. الحقيقه انا بشكر كل واحد منكم، بشكر الناس اللي ساهمت في انجاح هذا المؤتمر، بشكر شركه طلعت مصطفى، بشكر بي ام دبليو، بشكر شركه فاركو، وبشكر بنك القاهره اللي مش بس كان معانا لكن كمان كان بارتنر ان سيرفيس. بشكر كل البارتنرز ان سيرفيس من اول جامعه القاهره وعين شمس وبنها وجامعه الاهرام الكنديه. بشكر البحريه المصريه اللي استضافت وفد رفيع من الروتاريين. بشكر اكاديميه طيبه وجامعه الاهرام الكنديه. بشكر جمعيه الاورمان اللي ساهمت بشكل كبير جدا في دعم الحركه الروتاريه السنه دي. بشكر بيت الخير، بشكر بيت الطعام، بشكر بي دي اف، بشكر كل الناس اللي ساهمت معانا سواء اللي انا قلتهم، بشكر شركه كوكاكولا انها ساهمت معانا في الايكونوميك ديفلوبمنت، بشكر ناس كتير جدا، بشكر شركه جرو اللي ساعدتنا في تنظيم هذا المؤتمر بهذا الشكل. الحقيقه كل هذه الشركات وكل هذه المؤسسات ساهمت بحب، ساهمت بكل الجود ويل اللي احنا عارفينها من كل واحد منهم ومن كل قياداتها. الحقيقه انا لو قعدت اشكر كل الناس هياخد وقت كبير، بس لازم احيي كل الرؤساء. انا بقول للرؤساء كلهم، انتوا كنتوا رؤساء استثنائيين في سنه استثنائيه، قيادات استثنائيه، كنتوا رؤساء لجان استثنائيين، كنتوا مساعدي محافظ استثنائيين. كل واحد منكم عمل جهد كبير جدا وعمل جهد اكتر في بعد ما حصل الازمه الطاحنه بتاعه كوفيد 19. السنه كانت ماشيه بالخطه وكنا بنعمل انجازات ضخمه جدا. اول ما حصل هذه الأزمة التي أضرت بمصر ضرر كبير جدا وأضرت بالعالم ضرر كبير جدا، كل واحد من حضراتكم ابتدى يساهم بحب في خدمة المجتمع، سواء لحماية الجيش الأبيض أو لمساهمة في الأسر المهمشة التي أديرت بسبب التوقف عن العمل في مجالات كثيرة في مصر. أنا بحيي الروتاريين وبحيي المجتمع المدني اللي من غيره ما كانش ينفع أبدا الدنيا تستمر. المجتمع المدني جزء هام جدا من النسيج المصري، والروتري بيعمل شغل كله حب وكله تطوع وكل اللي بيقدر يعمله عشان خاطر يساعد الفئات المهمشة، عشان خاطر يميز من يتميز في عمله، عشان يكرم من لا يعرفه الآخرين. الروتريين بيبنوا في أماكن ما يعرفوش عنها حاجة، بيعملوا قوافل في أماكن عمرهم ما راحوها، بيمدوا مواسير مية في مناطق بعيدة عن بيوتهم. هو ده الروتاري الحقيقي. الروتري في مصر عمل كل الكلام ده زي ما حضرتكم شفتوا خلال المؤتمر. لما مرينا بهذا الحدث افتكرت كلمة جميلة جدا، When the going get tough, the tough get going. واحنا فعلا فضلنا مستمرين. الأقوياء كلكم حضراتكم كنتوا أقوياء وقدرتوا تعملوا شغل كويس جدا. احنا بنشتغل بالحب، بنشتغل باللوف، and we live by love and we lead by love. هو ده اللي احنا بنعمله طول الوقت في حياتنا كروتريين. اتعلمنا الكلام ده من 40 سنه ومن 35 سنه ومن 30 سنه ومكملين ان احنا بنعيش باللي بنديه للناس مش باللي بناخده من الناس. انا اسمحوا لي ان انا اشكر كل واحد واختم كلمتي باغنيه جميله جدا هبتدي فيها بالكلمات وهنتهي بيها فيها بالاغنيه. اوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند وياي، لا بخاف وهخاف ازاي يعني، دايما مطمن وانتوا معايا، طبعا طبعا قادرين نعملها. انا هنا بعلن انتهاء المؤتمر السابع للمنطقة روتارية 2451. شكرا لكم. Together we can do it.